تابعا لما جاء في مضمون بيان مجلس الوزراء، أشرف الرئيس المدير العام لمجمع صنع غاز على اجتماع تنسيقي مع مسؤولي الشركات المعنية بمجمع صنع غاز لدراسة التنفيذ الميداني والسريع لتعليمات رئيس الجمهورية والمتعلقة بقرار تزويد بيوت المواطنين مجانا بأجهزة إنذار سواء كانت صوتية أو مرئية ضد تسربات غاز أحادي أكسيد الكربون، كذلك فتح مخابر لمراقبة التقنية والنوعية عبر كامل التراب الوطني التابعة لشركة سوني غاز تختص بمراقبة الأجهزة الكهرومنزلية الأكثر تسببا في الحوادث المنزلية لا سيما المدفأات. وقد خلص الاجتماع على وضع خارطة طريق لتنفيذ البرنامج الخاص بهذه العمليات ووضع الوسائل والآليات الفعالة لتجسيد هذه العملية والقرارات في أقرب الأجل.